بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نبدأ على بركة الله تعالى في قصة جديدة من الآية 72 إلى الآية 221 من سورة البقرة. نبدأ على بركة الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا خير وفق
وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم
البيع مثل الربا وأحل الله
عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين